ارتبط اسمها بالجرأة والخروج عن المألوف. موقف كان كلش صعب علي واني كنت ببداية مشواري. الانتقاد والهجوم غيرها 180 درجة. قلت له هو يعني هو حب، الحب مو عيب ولا حرام، شلون هسه اني احبك؟ ما اخلي بالي الشكل مهم او المادة مهمة. ستة السنوات وعادت ورجعت بقنابل نارية، 100,000 كليب وهو واقف يرقص بنص الناس بطريقة تشيب. صرحتي انه برنامج عرب ايدل يعتمد على الرشوة وانك تنطي حتى تصعد. كانت حلوة، تجربة حلوة، واني ما كررتها لان ما لقيت نفسي هناك. ما قمت أؤمن أنه أكو برامج ممكن أنه تخدم الفنان بدون مقابل. مروة أحمد بالسرك.